ستستغرق رحلة نيكولا إلى سندانا مسير يومين. سيحصل على خلية جديدة من جذوع الأشجار وفقاً لطلبه، وسيضع داخلها مستعمرة نحل جديدة. يتيح له عبور غابة موكوغودو فرصة لمواصلة رحلة البحث الأصلية لجامعي العسل من شعب الياكو في زمن سابق لاستئناس النحل، حين كانوا يجدون أقراص العسل المخبأة في الجحور أو في أعشاش النمل الأبيض أو في تجاويف الأشجار الباسقة وشقوق الصخور. مرشد العسل الأكبر طائر شديد الأهمية، يمكنه أن يرشدك إلى النحل وخلاياه حتى لو لم يخرج النحل. إذا عرفت كيفية التواصل معه فسيمدك بمؤشرات لكي تتبعه حتى تصل إلى النحل. إنه طائر مهم، لا يمكن لأحد اصطياده. يزن مرشد العسل الأكبر أقل من 50 جراماً، ولا يتجاوز طوله 20 سنتيمتراً، لكن دوره فائق الأهمية. إنه من الطيور القليلة التي تتغذى على الشمع وتهضمه، لكنه غير قادر على الوصول إلى طعامه المفضل بمفرده، ولذلك يعتمد مرشد العسل على جامع العسل أيضاً، فخبرتهما ذات منفعة متبادلة. يسترعي الطائر انتباه نيكولا بالتحليق حوله والشدو بتغريدة فريدة من نغمتين متكررتين. وبذلك يحدث تواصل فريد بين مملكة الإنسان والطير. تمر الدقائق ونيكولا ينتظر علامة من مرشد العسل الأكبر، ومن ثم يريد مني أن أتبعه. ها هو ذا، لقد حط. ها هي الخلية. الطائر لا يجني العسل، وإنما يبحث عن النحل، وحين يجد النحل يبقى بقربه. لا يستطيع الطائر إخراج الشمع والعسل من الأرض أو الأشجار بمفرده. خلق الله هذه الحيوانات لتحظى بعلاقة مميزة مع البشر. في حالة عدم وجود جامع عسل في الجوار، يبحث مرشد العسل الأكبر عن عاشق آخر للعسل، وهو غرير العسل ذو الصيت السيء الذي يسترشد أيضاً بالطائر. وحين يغادر هذا الحيوان متخماً بما تناوله من أقراص العسل، يصبح بإمكان المرشد الأكبر أن يأكل. يحرص نيكولا بشدة على عدم تدمير الخلية ليواصل العش إنتاج العسل. العسل لذيذ. هذه رقات النحل الأبيض. إنه حلو جداً، كالحليب الدافئ، كحليب الأبقار، لكن الأبقار لا تنتجه. شكراً لك، لقد شبعت،
سنترك هذا الجزء لطائر العسل الكبير كي لا يكون عمله بلا مقابل. لقد أرشدنا إلى مكان العسل. يقتضي العرف والمنطق السليم أن يترك الإنسان مكافأة للطائر ليحتفظ برغبته في إرشاد جامعي العسل إلى أقراص عسل أخرى في المستقبل. هنا لا يتجاهل أحد هذا القول المأثور: إن لم تترك شيئاً لمرشد العسل فسيقودك في المرة المقبلة إلى الأسود. حياة شعب الياكو اليومية مليئة بالأعراف والمعتقدات. في طريقه إلى صانع الخلايا يستحيل أن ينسى نيكولا الوقوف هنا عند كهف إنكريري. كان هذا الكهف وهو كوخ صيد سابق يتسع لعشرة أفراد من أسرة واحدة واثنتين من جرار العسل المسمات ليتاهامي التي تستخدم لحفظ الكنز النفيس. كهف أجدادي، لقد وصلت، سأقدم لك القربان. تقبل هذا العسل، إني أباركك. كان هذا الكهف لأجدادي ملاذاً موسمياً. حين تهاجر الحيوانات كان أجدادي يلحقون بها، وقد يصبح هذا الكهف ملاذاً دائماً عند توافر خلايا النحل على أحد التلال المجاورة. يا لها من رائحة رائعة، إنها الكستنات. كان المخدع هنا مخدعهم الحقيقي، كان مخدع أجدادي هنا. حينذاك كان العسل والفاكهة البرية أهم مصادر الغذاء، لم تكن الذرة متوافرة كما هو الحال الآن، ولم يكن الحليب متوافرا ولا الماشية ولا الملفوف ولا البطاطس. كانوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على العسل البري وخلايا النحل والتوت ولحوم الطرائد. واليوم لم نعد نعيش في الكهوف وتغير نمط عيشنا بالكامل. نعيش في منازل صغيرة ونشاهد التلفاز ولدينا مذياع وهاتف، بل ونستخدم السيارات. بسبب كل هذه التغييرات صار متوسط الأعمار أقصر. يعود السبب الرئيسي في هذه المشكلة إلى توقفنا عن تناول نباتات الغابة وتناولنا كميات أقل من العسل وكميات أكبر من اللحوم. في اليوم التالي يستأنف نيكولا مسيره. لم تعد قرية سندانا صانع خلايا النحل بعيد الآن، إنه يعيش على أطراف الغابة على المرتفعات. كيف حالك؟ بخير، شكرا جزيلا لك. صادفت بعض النحل في طريقي، لقد جلبت القليل من العسل إذ لا يتوافر الكثير حاليا. شكرا لك.
لا أعلم من أي شجرة صنع. هذا عسل الأولجيلاي. الأولجيلاي بعيد، لكن النحل يبحث عنه. هذه السكين للنحت؟ نعم. أنت حرفي بارع، حرفي ماهر، حرفي ماهر جدا. المقبض مصنوع من الخشب القديم. هذا الخشب؟ هذا الخشب هنا؟ نعم. أقدم من 20 عاما؟ نعم، أكثر من 20 عاما. والسكين أيضا؟ نعم. لا أحد يعرف كيفية صنعها هكذا، لا أحد. إنها لا تنكسر، لا يمكن كسرها. لكن هذا العمل شاق وشديد الصعوبة، إنه عمل رائع جدا. في البداية تفرغ شجرة المر التي تنتمي إلى فصيلة الأكاسيا. يجب ألا يتجاوز طول الخلية الذراع الواحدة ليكون الوصول إلى أبعد الأقراص ممكناً. عليك أن تصنع مدخلين، مدخلاً مخصصاً لحركة النحل، وغالباً لا يفتح إلا للتحقق من بناء النحل أو للتأكد من عدم وجود طفيليات، وعلى الجانب الآخر باب يسمح لك بجمع العسل الناضج من دون إزعاج المستعمرة. عليك تحسس الجزء الرفيع بالنقر عليه. إن لم تتحقق من ذلك أثناء الحفر، فستجعل جانباً أسمك من الآخر، وأيضاً سيكون للخلية تحدبات. خلال نشأتي كان أبي يملك خلايا للنحل، وقد أطلعني على كيفية صنعها مراراً وتكراراً حتى تمكنت من صنع واحدة بنفسي. أيضاً كان جدي يملك خلايا نحل. أنا أحب صنع الخلايا لأن العسل الذي نجنيه يأتي منها. هل انتهيت؟ كما ترى، حين يتعين عليك صنع خلية كهذه يتطلب الأمر دقة كبيرة. أصبحت خلية الجذع جاهزة تقريباً. ما زالت هناك خطوة أخيرة قبل أن يتمكن نيكولا من أخذها إلى دياره. إنها خطوة فائقة الأهمية لأنها ستسهل وضع سرب النحل في الداخل. إنه التبخير. يشعل نيكولا وسندانا ناراً بالاستعانة بالقش وروث الفيل المجفف، والأهم الأوراق العطرية. إذا التهمت النيران الأوراق فسيتصاعد دخان نحو الخلية ويضفي عليها رائحة زكية. حين يشم النحل تلك الرائحة سيأتي، لن تأتي حشرة أخرى سوى النحل. إنه يحب هذه الرائحة. ها هي الخلية جاهزة لاستقبال النحل. للبحث عن العسل، سندانا ونيكولا يواجهان قوة لا تقاوم تقرب بينهما. إنها علاقة قوية كالعلاقة التي تجمعهما بنحلة أولتوروي. تغير النحل عما كان عليه في السابق. كانت لدينا أسراب عديدة من النحل، ولكن أعدادها تتناقص الآن. إننا نجهل السبب، لأننا لا نرى النحل يموت، ولا يمكننا أن نعرف إن كان ذلك مرضاً. فالنحل لا يموت جوعاً، ولكنه لا ينتج كميات كافية من العسل. إنه يتغير مثلما تتغير أشياء كثيرة في هذا العالم.
أي شخص يدمر نحلة ويقتله، سواء كان ذلك بحرق الأشجار التي يسكن فيها أو بتدمير خلاياه، هو عدو. ليس عدوا للنحل فحسب، بل عدوا للبشر أيضا، لأننا نؤمن أن سرب النحل يشكل مجتمعنا، ولذلك فنحن نعتبر أن من يدمر مجتمعنا هو قاتل. إنه ذنب كبير. لا يسعني تصور الحياة من دون نحل. كيف للحياة أن تقوم من دون النحل؟ لا يمكنني تخيل ذلك، لا أعرف كيف أعبر عن ذلك. لا يسعني تصور الحياة من دون النحل.